المورد السابع. قال القرطبي: ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرت الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب، ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد لله رب العالمين. من الذي يقول القرطبي؟ وهنا أقول وهذا أيضا لا يدل على وجوب الإمامة شرعا، فربما يكون الخليفة الأول رضي الله عنه يعتقد بوجوبها العقلي أو لاعتقاده باستحباب ذلك أو لرجحانه العقلي، أو أنه فعل ذلك لدفع ضرر ومفسدة، لدفع ضرر ومفسدة لتوقعه أنه سيلزو عليها من سيفسد في البلاد والعباد، فنجده اهتم ويهتم بأخذ تحذير القرآن الكريم من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من الرؤيا الفتنة والخطر الكبير الذي علم به الخليفة الأول وكذا الثاني، وأنه سيكون على أيدي وغير من قريش. فأي شخص عنده غيرة على الإسلام والدين والأخلاق والإنسانية فإنه سيكون ملزما شرعا وأخلاقا على إبعاد شبح القرود وفتنهم وخطرهم قدر ما يستطيع. فأي شخص عنده غيرة على الإسلام والدين والأخلاق والإنسانية فإنه سيكون ملزما شرعا وأخلاقا على إبعاد شبح القرود وفتنهم وخطرهم قدر ما يستطيع، وكل إنسان حسب علمه وتشخيصه وقدرته. عندي أولا البخاري المناقب عن سعيد الأموي قال: كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: غلمة؟ قال أبو هريرة: إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. إذن عندنا أكثر من بني فلان، ويجمع هؤلاء وهؤلاء عنوان عام: بنو أمية، بنو مروان، بنو سفيان، بنو آل أبي سفيان، بنو معاوية. يقول: إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. ثانيا البخاري الفتن أعطى عنوان لباب، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك أمتي على يدي غلم سفهاء. ثالثا البخاري الفتن عن عمرو عن جده قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا: أنت أعلم. يقول: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا: أنت أعلم. رابعا البيهقي دلائل النبوة جزء سادس عن سعيد بن المسيب قال: سعيد بن المسيب قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية على منبره فساءه ذلك، فأوحي إليه إنما أو إنما هي دنيا، فأوحي له إليه إنما هي دنيا وأعطوها، فقرت عينه، وهي قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني بلاء للناس. خامسا الأباطيل والمناكير والمشاهير للجرقاني، كتاب الفضائل في خلافة بني أمية، كتاب الفضائل في خلافة بني أمية عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم بني أمية على منابر الأرض وسيملكونكم فتجدونهم أرباب سوء بعدي، لا يناوئهم أحد إلا نطحوه،
فانتظروا بهم تختلف أسيافهم. هذه أيضا سيرة الانتظار، سنة الانتظار. ما هو العمل؟ يقول فانتظروا بهم تختلف أسيافهم، فإذا اختلفت أسيافهم فلا يرتدوا على أعقابهم، لا يرتقون فتقا إلا فتق الله عليهم أشد منه حتى يخرج مهديا. قال الجد يعلى الثقفي: فاهتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرؤيا أوري في المنام، فأنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. إذن قال يعلى الثقفي: فاهتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرؤيا أوري في المنام، فأنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. سادسا الحاكم النيسابوري في المستدرك كتاب الفتن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أريت في منامي كأن بني الحكم بن أبي العاص ينزون على منبري كما تنزو القردة. قال: فما رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا ضاحكا حتى توفي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. سابعا الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين كتاب الفتن والملاحم عن أبي برزة الأسلمي قال: كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية. يقول: لماذا تبغضون بني أمية؟ نقول: سلام الله على عمر بن عبد العزيز، وسلام الله على شخصيات من بني أمية اتخذت جانب الحق، لكن هذا هو نهج النبي على سنة النبي، لسنا نحن من نقول. النبي يبغض، ألا نبغض من يبغضه النبي؟ يقول: كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنو أمية، أيها الدواعش، أيها الخوارج، أيها المارقة، أيها التيمية، خالفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصريح المخالفة وبأوضح المخالفة وبأفصح المخالفة وبأبشع المخالفة. حبوا بني أمية كما تشاءون، وستحشرون في ذلك اليوم إن شاء الله مع بني أمية، مع من يبغضهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو أمية وبنو حنيفة وثقيفة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه أيضا مسند أبي يعلى المصلي حديث أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسند الروياني أيضا مسند أبي برزة الأسلمي أبغض الأحياء تحت عنوان أبغض الأحياء، وابن قانع في معجم الصحابة. ثامنا الهيثمي مجمع الزوائد جزء خامس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام كأن بني الحكم ينزون على منبره وينزلون، فأصبح كالمتغيظ، وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة. التفتوا جيدا، آل مروان العم من آل أبي سفيان، التفت جيدا التحذير منهم بالخصوص، هؤلاء هم أئمة الداعشة، الدعشنة، هؤلاء الذين يذبحون الناس على الفكرة وعلى الكلمة وعلى الظنة. يقول: ما لي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة. قال أبو هريرة: فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا ضاحكا بعد ذلك حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم.